ذكر الله. أمر الله تعالى عباده بذكره وجعله بابا لرضاه، حيث قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ومن أنواع الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والتفكر في خلق الله وعظمة صنعه وإبداعه. ذكر الله فيه تنقية للقلب من شوائب الذنوب وأصدائها، وجلاء له من كل كدر، وطمأنينة وراحة، وخصوصا وقت الشدائد. هو أمان من عذاب الله تعالى، وسبب للدخول في من أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وسبب في جلب الرزق. والاشتغال بالذكر انشغال بالكلام الحق عن اللغو الباطل. هناك صفة واحدة وردت معها كلمة كثيرة، فلم يقل سبحانه: والمتصدقين كثيرة ولا الصائمين كثيرة، لكنه قال: والذاكرين الله كثيرا. وقد أمرنا تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.